الكاليتي الاخرى اللي يقولون عليها هو انه يقول لك هذا انسان قديم وعنده خبره، خلي سهل الباساسيون. باساسيون شو معناتها؟ باساسيون تساله في اي شركه في اي بنك يقول لك باساسيون معناتها سيريموني باش نقولوا باي باي. يجي الوزير جديد يتلموا جماعه الوزير القديم يقولوا باي باي وميرسي على السيرفيس نتاعك للوزاره وللدوله. هذه هي. اما هما شي يحبوا يخوفونا تو، هما يحاولوا يخوفونا من فراغ سياسي وفراغ دستوري. يقول لك هذا سي محمد غنوشي هذا انسان عظيم، هذا جهبذ، ما تونس ما ولدتش خلافه. وهذا هل هذا معقول؟ الليله اذا سي محمد غنوشي يمرض ولا يجيه كريز، وهذا ما نتمناهش لاي مسلم ولا اي تونسي، زعما البلاد توقف؟ مستحيل. هذا استبلاه للشعب التونسي. كفاءات امشي للدروان نتاع صفاقس، دروان نتاع تونس، سيونس جوريديك، اي فاكولتي، اي كفاءات نتاعنا اللي في الخارج نجيبوهم ما تسالش. وخلاف بالنسبه للمجال السياسي راه ثم البديل. احنا يقولوا راه ما ثمش بديل، اذا ما ثمش الغنوشي ما ثمش بديل. لا لا، ثم البديل. في اجتماعات اتحاد الشغل، في النشاطات السياسيه، الاحزاب الكل كلهم اجمعوا ان السي احمد المستيري هو يجم يكون بديل وشخصية وفاقية تتفق عليها العباد الكل. والسي أحمد المستيري هذا راهو عنده تاريخ نضالي كبير، نعرفوه أنه كان أنتي بورقيبة، كان أنتي بن علي، وتوا قاعد يتكلم باسم الشارع، وعارف أنه ثم مؤامرة أنه قوى الردة الدستورية ولا متاع الارسي دي تحب ترجع للسلطة، أما بطريقة ذكية به. وأنا حتى إذا سي أحمد المستيري ما يمثلش الشباب ما تسالش، احنا نقوله ثم شخصيات أخرى تنجم تمثل الثورة كمفكرين. احنا هكا تفرجتوا في قناة حنبال على مفكر ثوري عظيم اللي هو اسمه السي صافي سعيد، ويتكلم باسم الثورة ويجم يصلح البلاد، مش بكلام فارغ، بكلام ارجيمونتي وكلام معقول وكلام معناتها يعمل الكيف به. ويخوفوا فينا زادة بفراغ دستوري، وانا اقول لهم تو هذا شيء يخوف. احنا بالعكس، احنا ريفوليسيون معناتها لازمها فراغ، لازمها تقطع مع الماضي. اش معناتها فراغ؟ انا الدستور هو الوتي اللي كان يعتمد عليها بن علي، هو كل شيء. القمع نتاعو كان قانوني، الفساد نتاعو كان قانوني. وشنو هو القانون معناتها؟ من الدستور مخيط على حسابه سي بن علي هذا. احنا توا واش لازمنا؟ لازمنا مجلس تاسيسي ويكون دستور جديد، وهو اللي باش يضمن الحريات وحقوق الانسان والنشاط السياسي الحر للجميع اطياف المواطنين. ويزيدونا يقولوا هذا الفراغ السياسي والفراغ الدستوري ممكن يؤدي الفوضى. اش معناتها فوضى؟ انارشي. انارشي كلمه كبيره ياسر نسمعها في تي في سات ولا في نسمه وفي حنبال اللي هما كلهم بوق واحد. معناتها اش معناتها انارشي؟ او كعطانا الاكزامبل الاول هو التخريب. بعد ما مشى بن علي خرجوا جماعه يخربوا يحرقوا ينهبوا، والحمد لله المواطنين التونسيين كانوا واعيين وعملوا لجان شعبيه ونجحوا في التيست هذايا. باه، وتوا عطاونا تيست واحد اخر يقول لك ليزيكستريميست، الاسلاميين ولا الشيوعيين. الاسلاميين هذوما راهو حركه النهضه راهي عندها قاعده شعبيه، اما الاسلاميين الصحاح البرا يقولوا راهي حركه النهضه حركه ليبراليه، راهي حركه عقلانيه وتعمل تنازلات كبيره. وبالعكس راهي حركه النهضه راهي مع مجله الاحوال الشخصيه ومع الحريات وما تخافوش منها. انا مانيش خايف منها. باه، وكانكم خايفين من حزب التحرير. حزب التحرير اش عنده قاعده شعبيه؟ يجم يلم 10,000 في الشارع؟ مستحيل. حزب التحرير هذا اللي ينادي بالخلافه وما نعرفش، راهو حزب محظور الى حد الان، وما ينجمش يعمل قاعده شعبيه في الزمان هذا. معناتها لازم عمل كبير ياسر. وبالنسبه للكومونيست، العباد يخوفوا او يضربوا الاسلاميين بالشيوعيين. يقول لك الاسلاميين خايفين من الشيوعيين، يقول لك راهم ملحدين، والشيوعيين خايفين من الاسلاميين على خاطر الاسلاميين باش يفرضوا رايهم. هذا كلام فارغ. والشيوعيين راهم مينوريتي زاده في البلاد هذه، ممكن قوى اليسار كبيره وقوى العماليه كبيره، اما هذا حقهم، هذا حقهم في النشاط السياسي يعطيوا رايهم وحنا نحترمهم. ويخوفونا بحاجه اخرى، يقول لك راهو ثم تدخل اجنبي. زعما يصير تدخل اجنبي في تونس؟ مستحيل. قارن انت تونس ومصر. تو في تونس كي صارت الثوره دخلت امريكا بالصفه هذه، دخلت اسرائيل اعطاوا السلاح. لا لا، مستحيل التدخل يصير تدخل سياسي. هكا شفنا فلتمان وشفنا السفير الجديد نتاع امريكا والسفير الجديد نتاع فرنسا متفاهمين فيه الشيء هذا باش يدخلوا فينا، واحنا لازمنا ما نخافوش من التدخل العسكري. بالعكس، احنا لازمنا نضغطوا على خاطر احنا لازمنا نقرروا، مش امريكا اللي تقرر في بلاصتنا. وثم توا فزاعه جديده ظهرت في احداث القصبه، يقولوا لنا الفزاعه نتاع جبوره.
ولا متاع الريجيوناليزم توا، كيفاش يحبوا يضربوا السواحلية بجماعة سيدي بوزيد، ولا يضربوا البلدية بجماعة القصرين. طب هذا معقول؟ ماهوش معقول. هذه هي جيست اوتي جديدة متاع الديكتاتورية، انه يفرقوا المجتمع، يعرفوا انه الديمقراطية فيها تفرق، اما التفرق على كلمة، التفرق على انتماءات حزبية، اما يجمعنا حبنا للوطن ومصلحة الوطن وطوقنا للديمقراطية. وهذا يراه انا ننبه للجماعة اللي يتظاهروا ولا يحبوا يدعموا حكومة الغنوشي وهما مش واثقين فيها، هما يشكوا. تو هل من الأجدى أنه تتظاهروا ولا تدعموا حكومة شاكين فيها، وإلا تدعموا الشعب اللي هو بدأ الثورة واللي هو تعرفوا أنه عندكم معاه وحدة مصير؟